بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سموه في برقيته عن أطيب تهنيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الصومالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي.